السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحيحه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، ومبروك عواشركم وكل عام وانتم بالف خير. اليوم البنات بغيت نصايب واحد الشكيل ديال الحلوه، حتى انا غادي نصايب شويه الحلوه الباروك ديال العيد، وبغيت نشاركها معكم. هاد الحلوه كتعجبني، كتجي زوينه ولذيذه، وما غنحتاج فيها لا طابع ديال الحلوه لا والو، غير بالكاس انتم غتشوفوا معايا. المهم خليكم معايا، غنخرج منها جوج شكيلات ان شاء الله. دابا غندوزو نشوفو المقادير والطريقه. يلا خليكم معايا، ندير المقادير والطريقه في نفس الوقت. عندي هنايا ربعة ديال الزبده، ما محيد منها غير شويه، شفتوا؟ تقريبا ربعة محيد منها غير شويه، كنت حيدت درشو المسمن. وغادي نزيد عليها كاسونس ديال السنيده. انا غندير معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. غندير الا بغيتوا هاد المقادير دوبلوهم باش يخرجوا لكم. المهم انا غندير غير هاد المقادير. غادي ندير هنايا كاسونس كيما قلت لكم ديال السنيده، صافي. وغادي ندير جوج فانيات ديال الحلوه. وغادي ندلق دابا هاد السنيده مع الزبده مزيان. بسم الله. وعاد غادي نزيد الزيت ان شاء الله، ونزيد البيض. انا غادي نخلطهم مزيان، وعاد غادي نرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. دابا هانتوما لي خلطت هاد السنيده مع الزبده ودوك الساشيات ديال الفاني، غادي نزيد دابا كاس لاروب ديال الزيت. هاد الحلوه البنات كتجي زوينه وخفيفه، وكتجي مقرمشه وفي نفس الوقت كتذوب في الفم. وقيلا غنصايب غير هاد الشكيل، غنخرج منو جوج شكال صافي، الله يجعل البركه. المهم نديرو غير كيما كنقولو الباروك وصافي. صافي دابا غادي نزيد البيض، هاد الحلوه البنات فيها الكوك كتجي زينه كيما قلت لكم، كتجي رطبه وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه. صافي كما شفتوا معايا درت كاس لاروب ديال الزيت. دابا غادي ندير ثلاثه البيضات. وعاد غادي نزيد الكوك. انا الكوك عندي هنايا زلافه ديال الكوك رابعه، نقسم منها غير واحد شويه. ملي كنخدم داك البيض مزيان مع ديك الزبده والسنيده، دابا غادي نزيد الخمارات، وعاد غادي ندير الكوك. هنايا عندي جوج خمارات، جوج خمارات حمرين ولا دوك الاخرين. صافي دابا غنزيد هاد الزلافه ديال الكوك. قبلي ديال الكوك كتجي زوينه، كتذوب في الفم وفنه، كتجي واحد اللذه زوينه. صافي دابا غادي نبدا ندير الطحين شويه بشويه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرفوفه. دابا غادي نبدا ندير في الدقيق. اللي معبرتش شحال كتهز ليا بالضبط، المهم كنبقى ندير في الدقيق بشويه بشويه. بطبيعه الحال الدقيق ديال الحلوه داك الماركه المزيانه. بقى ندير في الدقيق
كبير حتى كتجمع ليا صافي وكنحبس. ها هي تجمعات بحال هكا. العجينه ما تكونش قاصحه، كتكون رطبه. شتو العجينه ديالها كتكون بحال هكا رطبه صافي. دابا غادي نمشي فوق الطبله باش غادي نسرحها وغتشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليها. بحال هكا رش شويه ديال الدقيق، وغادي نجيب واحد الطريف من العجينه ونسرح بحال هكا. كنجيب واحد الطريف كندير ليها، وغادي دابا غادي نسرحها بحال هكا نقروصها غير بيدي. راكم عارفين العجينه ديال الصابلي كتكون شويه منخوفه، ما خصهاش تكون قاصحه. غادي ندهن هاد المدلك بشويه ديال الدقيق صافي، وكنسرح. ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه، ملي نبغوا بحال هكا نطلقوها ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بين وبين. وبالنسبه لبنات الدقيق راني ما درتش العبار ديال الدقيق، بقيت كندير بشويه بشويه حتى جمعات ليا العجينه. راه تقدروا كاع تقرصوا غير بيديكم غير بحال هكا بالكف بلا ما ديروا لا مدلك لا والو. بحال هكا نتوما كتقادوا نتوما كتقرصوا. كتكون تقريبا كتخليوها عريضه بواحد نص سنتيم تقريبا صافي. وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليها. كتجي زوينه هاد الحلوه البنات، كتجي فنه. انا بعدا كتعجبني. ناخذ فرشيط وغادي نبقى ندير لها بحال هكا كنجرها. انا بغيتها تكون الشكل ديالي يكون كما كنقولوا مشعكه، هذه كتسمى الحلوه المشعكه اولا صابلي المشعكه. نبقى بحال هكا ندير ليها، ونعاود ثاني نخالف ندير الجهه الاخرى باش كتجيني كتشعكك ليا. كنبقى نديرها حتى كتشعكك. بغيتو ديروها بهذاك الطابع ديال الهلال تقطعوها به، ولكن هذه الطريقه ديال الكاس كتجيني ساهله ودغيا مسربيه. بحال هكا كنبقى عليها حتى كتولي مشعكه ليا من الفوق، باش كيجي داك المنظر زوين ديال ديك التشعكيكه. انا غنخرج منها جوج شكيلات حتى غتشوفوا معايا رفيسه. انا حاطاها في القناه وعاوتاني كتعجبني بغيت نعاودها، وقلت غادي نشاركها مع البنات. غير فورشيط وكاس وكيخرج لينا واحد الشكل زوين، انتما غتشوفوا كيفاش غادي يخرج. انا البنات راني دابا راني موال الفطور، تا فطرت وساليت وجمعت الكوزينه. ايوا درت شويه الخضره تسلق باش غادي نديرها مع الروز والمايونيز باش نتعشاو. غندير شي واحد الشليده خفيفه للعشاء. ايوا قلت غادي نصايب الحلوه وغادي نشاركها مع البنات، حيت قبل الفطور ما كيكونش عندي الوقت بزاف. يلا راكم عارفين مع الوليدات والشقا والفطور. المهم دابا هانتوما ملي كتولي بحال هكا كتبان لكم صافي تشعكات، انا غنقرب دابا التليفون باش تبان لكم مزيان صافي. صافي ملي كنكملها كنبدا بحال هكا ناخذ الكاس وكنبدا ندير على شكل الهلال. المهم هذه الاولى كتخرج بحال هكا وكتبقاو غادي هكا تاخذوا العبار عينكم ميزانكم. شو الشكل كيفاش كيجي؟ كيجي على هذا الشكل. نتوما كتحكموا في الكاس بغيتوها عريضه ولا بغيتوها رقيقه، نتوما كتحكموا في العبار اللي بغيتو. انا واقيلا خصني نمشي على العبار باش ما تجينيش باش ما تضيعش ليا العجينه. هانتوما البنات شفتو يعني ساهله.
دغيا كيقطع ما كتاخرش لينا الوقت بزاف ودغيا كتحيد من الكاس. نتوما كتحكموا فيها، بغيتوها عريضه بغيتوها رقيقه، المهم انا وريتكم هاد الشكل. الا بغيتوها عريضه كتزيدوا الكاس شويه، كتزيدوا الكاس بحال هكا شويه على العجينه. بغيتوها رقيقه المهم الكاس كتحكموا فيه العبار اللي بغيتو بحال هكا بهاد الطريقه. صافي دابا انا عمرت هاد اللاطه، غادي نديها طيب. الطياب اللي غندير ليها ديال الصابلي، سخنت الفران ونقصو، غادي نخليها طيب من التحت حتى تبان ليا شويه الذهبات ونشعل عليها من الفوق. صافي ملي غادي نكملها في الطياب غادي نرجع لكم باش تشوفوا التزيين ديالها. هادي غنحيدها، غادي نبدلها، بانت ليا ما ماشي هي هذيك، غادي ندير في بلاصه واحده اخرى. المهم البنات ملي غادي نطيبها راه غادي نرجع لكم باش غادي نزينها معكم ان شاء الله بالشوكولاط، وغادي ندير حتى شكل اخر. انتما غتشوفوا اش كدير اميره. كدير عجي صايب حلوه. اميره هي كتصايب حلوه، شوف وجهك. صافي خليني جوا شرشه حادقه خرج الماما، خلي طيبان شويه، خلي تطيب، خلي ماما صايب الدوشيت. صافي خلي صايب والو، انا كنشرح لكم زعما كتقول لكم غنطيب وغندير وغندير. ندير الحين شوفي، ندير الحلوه نمسن هذه اخرى، هذه هذه. صافي ما نجوش، انا درت البلاطه الاولى طيب وانا كنوجد في هذه الثانيه. انا كندوش نسايا. صافي خليني نشوف، انا كنت غنخرج من اسكتي امير، كنت غنخرج منها جوج شكيلات ولكن واقيلا كيبان ليا غنخرج غير شكل واحد. غنخرج غير هذا الشكل ديال الهنا صافي، كنخرج وحده بحال هكا على شكل كنطبع بهذيك الطبعه ديال البطاطا، ما عرفت انا غنشوف واش غادي نخرج جوج شكيلات ولا شكل واحد. نشوف دابا الفران. بالنسبه للبنات لهاد الشكيه اللي قلت لكم، انا كنت درت السنيده الاول، درت السنيده ولكن ما خدمتش ليا مزيان، وعاود درت شويه ديال الفورف كنخشي فيه هاد الطابع وكنورق بحال هكا. الا سقات ليا بحال هكا الحلوه كنضربها غير بحال هكا بشويه صافي، وكتهبط تهبط بحال هكا مرشومه. هاري ماما هاري هاري بنات، كندير شويه ديال الفورس باش ما كتسقش ليا. كتعني صافي نحن نشوف ماشي معاك بحال هكا، كنضربها غير بحال هكا بشويه صافي وكتهبط. صافي البنات الحلوه ديالنا هاهي طابت. هانتوما شو كي كتجي، كيجي الشكل ديالها زوينه، وغادي مازال ملي غادي نزينها راه غادي تشوفوا غنزينها بالشوكولاته. هانتوما كتجي فنه ومذهبه من التحت ومن الفوق. انا طيبت غير في الفران ديال الغاز وجاتني بحال هكا مذهبه وزوينه، شفتوا راه كلها طياب واحد. هانتوما هذا هو المنظر ديالها، كتجي بحال هكا ملي كنجرب الفورشيط كتجي بحال هكا مشعكه وزوينه. خرجت هاد الشكيه اللي شفتوا معايا، وخرجت حتى هذا ديال الطابع ديال البطاطا، شفتوا كيجي فيها الشكيه زوين. هانتوما هذه غنخليها غير بحال هكا سامبل، وهذه غادي ندير فيها الشوكولات. هنايا خديت كاسرونه درت فيها الماء، وخديت هاد الكاسرونه غادي ندير فيها الشوكولات. انا هنايا خديت غير 5 درهم ديال الشوكولات، داك الشوكولات غالا، الشوكولات غالا كيجي زوين في الحلويات. خديت 5 درهم صافي. دابا غادي نشعل عليه البوطه ونزيد معاه واحد معلقه صغيره ديال الزيت صافي، حتى غادي يذوب وغادي نرجع لكم باش غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نزين به الحلوه. حط الشوكولات، درت معاه واحد 3 معالق ديال الزيت، درت غير 2 معالق ديال الزيت وبان لي شويه باقي ثقيل، وانا نزيدو درت ليه 3 معالق ديال الزيت معاه باش درت ليه 3 معالق ديال الزيت معاه باش يلا جا هو هذاك، شفتو صافي. دابا غادي نبدا ناخذ بحال هكا الحلوه وغادي نبقى نغطسها في هاد الشوكولات بحال هكا. انا ما عرفتش خاصني وقيت
ساهله بالتزيين ديالها وكيجي فيها واحد المنظر زوين بزاف بزاف. حركه بالطريقه كتغطسوا بحال هكا الحلوه وكتخليو غير هاد الشويه هو اللي يجي فيه الشوكولاته. غادي نحاول نديرها بهاد اليد، كاسرونه باقا سخون ديال هاد اليد بحال هكا الحلوه، كنغطسها بالشوكولاته هكا صافي، نخليها غير تسقطر شويه وغادي نحطها في هاد اللاطه. هانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي صايبت معكم اليوم. كتجي زوينه كما كتشوفوا في المنظر وحتى في المذاق، وهذا الشكل اللي صايبت بديك القطاعه ديال البطاطا حتى هو كيجي زوين. كتجي زوينه كما قلت لكم في المذاق، عرفتوا كتجي رائعه ولذيذه وكتجي مقرمشه وفي نفس الوقت كتجي رطبه كتذوب في الفم. لحقاش فيها الكوك، هذاك الكوك كيعطي واحد القرمشه زوينه وواحد اللذه ما نقولش لكم. هاد الحلوه راها مفضل عندي وتعجبني، هذاك الشيء باش شاركتها معكم لحقاش كتجي لذيذه بزاف بزاف، ما تشبعوش منها. يلا البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، خليتكم على خير هذه الساعه، مبروك عواشركم وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. وما تنساونيش البنات موحد للجيم وكومونتير يكون زوين بحالكم، وبارطاجيو القناه ديالي مع احبابكم واصحابكم وكاع الناس اللي كتعرفوا، الله يجازيكم بخير وتهلاو لي فرصكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم هذه الساعه.